اللي هو مفروض. طيب ماشي، اللي هو اسمها كرايو جلوبيناميك فاسكولايتس. هي الكلمة دي يعني ايه يا دكاترة؟ الكلمة دي يعني ايه؟ كرايوجلوبلينز يعني ايه؟ كلمة جلوبلينز يعني انتي بادوس. شاطر. وكرايو يعني ايه؟ يعني بيحصل لها بريسيبيتيشن في الكولد ويذر، وبتعمل فاسكولايتس يعني انفلاميشن في البلاد فيسل. طب هو معنى كده ان ممكن الانتي بادي يترسب في السيركيوليشن وما يعملش فاسكولايتس؟ اه ممكن. ليه بقى؟ عشان كده الناس اللي بتحل في الام سي كيو يا دكتور، ان الانتي بادي ده لما يدخل جسمي، وقد يكون واحد من ثلاثه زي ما هنعرف كده، يترسب على الوول للبلاد فيسلز. اللي داخل امتحانات يركز يا دكاتره، حتى ان هو بيركزوا عشان الكلام ده صعب شويه. قال لما بيترسب الانتي بادي هنا، لان هو ابنورمال انتي بادي، يعامل از ايش؟ انتيجين. بيجي له انتي بادي لما يحصل لهم بريسيبيتيشن على الوول بتاع البلاد فيسل، انت قدامك سكه من اثنين. ممكن ما يعملش فاسكولايتس، وممكن يعمل. ليه ده يا دكتور؟ اللي ما يعملش فاسكولايتس ده هيعمل اوكلوجن برضه، كانه ايه؟ ثرومبس. خليك فاكر من الكلمتين دول. لكن اللي هيعمل فاسكولايتس لما تاخد عينه بايوبسي، هتلاقي الوول اوف ذا بلاست فيسل از انفلامد. طيب الكلام ده يهمك في ايه؟ قال لك بص يا سيدي، هو امتى يحصل بريسيبيتيشن للانتي بودي؟ قال لك في الكولد ويذر. طب ده ممكن يكون داخل جسم الانسان لما تنزل درجه الحراره عن 37 في مريض بريديسبوست، وممكن خارج جسمك عند درجة حرارة 4. 4 دي يعني رفوف الثلاجة مش الفريزر، ها فريزر بالماينس. اللي داخل جسم الإنسان عشان يديك كلينيكال برزنتيشن، اللي بره دي فور ذا انفستيجيشن. الكلام طول وما قلناش المهم. الانتيبادي اللي بترسب ده يا دكتور قد يكون مولود من سنجل كلون بي سيل. يعني خليه واحده لما نكبرها كده نسميها كلون، مجموعه من الخلايا نسميها في الامينولوجي كلونال اكسبانشن. طب والخليه دي تخلي في ايه؟ قال لك يا اما تخلي في اي جي ام بس، خليك فاكر، ها، او اي جي جي بس. يقوم يسموا هذا النوع اللي بيترسب في الدم لما يكون حصول برد، يعني يسموه كده سنجل مونو كلونال. طب ده بيحصل مع مين؟ بيحصل مع الهيماتولوجيكال مالجنسي. زي مين يعني؟ مرض اسمه مالتيبل مايلوما. وده سؤال نظري مهم. ده عبارة عن بلازما سيل تيومر بتطلع انتي بادي من نوع واحد، من نوع واحد اسمه اي جي جي. حلو كده؟ يعني معنى ذلك لما تاخد عينة من البلد وتعمل لها كو اجيوليشن وبعدين تتدور وتفصل الدم، هتلاقي كل اللي مترسب عبارة عن اي جي جي. يبقى لو هو عبارة عن طبقات كده، يبقى اللي فوق زي اللي تحت، كأنك في مطار كله صينيين كلهم شبه بعض. هنا السؤال يا دكتور، هنا السؤال، بيسموا هذا النوع من الكرايجلوبلينز تايب 1 كرايجلوبينيميا. طب ما تقول لي بقى انت عايز تقول ايه عشان الام سي كيو.
ده بيترص في البريفرال سيركيليشن عادي، بس ما يعملش فاسكولايتس، ما يعملش انفلاميشن في الفيسل او في البول بتاع البلاد فيسل. تاني تاني انتي بادي اهو يترسب. هذا الانتي بادي يا دكتور قد يكون سنجل مونو كلونال. الساده النواب، نجيب من اخر المساله كلمه كلون يعني ايه؟ يعني خليه بي سيل كده نكتر منها شويه، حلو كده، بيسموها كلونال اكسبانشن، وبتطلع انتي بادي من نفس النوع اسمه اي جي جي يا دكتور. ده موجود مع مين؟ مع الهيماتولوجيكال مالجنسي، زي مرض اسمه مالتيبل مايلوما. دي بتخلي دم المريض تقيل، اسمها هايبر فيسكوزيتي سيندروم. لكن يا عسل الشخص ده ما عندوش فاسكولايتس في الام سي كيو، خلي بالك. طيب وانت بتسحب العينه بتاع الدم من المريض، طلع الانتي بادي اقل الجمع 2 او 3، عباره عن اي جي جي ومعاه اي جي ام مثلا او اي جي اي مثلا، 3 اهو. قال لك بص يا سيدي، هو انت الاي جي ام ده ايه شهرته عندنا؟ انه انتي بادي بيطلع اجينست اولترد اي جي جي. والقصه دي سمعناها فين؟ ديفينيشن اوف روماتويد فاكتور، يا سلام عليك. يوم يقولوا ايه؟ النوع الثاني من الكرايبلوبينيميا اسمه ميكسد. يعني ايه ميكسد؟ يعني في اكتر من انتي بادي، يعني في اكتر من انتي بادي مترصد، ما هماش شكل بعض. قد يكون اي جي جي ومعاه اي جي ام، ركز. وقالوا اصل الميكس ده عباره عن نوعين. بص يا دكتور، النوع الاول منهم، النوع الاول منهم ان انت هتلاقي واحد منهم اي جي ام ليه اكتيفيتي للروماتويد فاكتور، يعني روماتويد فاكتور بوزيتيف، روماتويد فاكتور بوزيتيف يا دكتور، واتليست معاه سنجل مونوكلونال اي جي جي، يعني خلايا بلازما سيلز يا دكتور بتطلع اي جي جي زي النوع الاول كده. قالوا امال النوع الثالث ده ايه؟ قالوا بص، كل انواع الانتي بوديز موجوده، روماتويد فاكتور موجود زي اذر اوتو انتي بوديز. طب الناس زعلانه مش مركزه شويه. قال لك طب الميكس ده اهميته ايه الاول؟ قال لك هو ده النوع اللي بيحصل معاه الفاسكولايتس. يبقى ده في الام سي كيو يا دكتور. النوع الاول من الكرايوجلوبولينز ما فيهوش فاسكولايتس، مركز، بس في بس الاوكلوجن عادي جدا، يعني تلاقيها معاه رينالدز فينومين عادي خالص. بس لما تاخد بايوبسي ما تلاقيش فيه مشكله. امال هنا ايه بقى يا دكتور؟ هتلاقي color changes لما تاخد عينه، تلاقي inflamed vessel. ففي ناس بتقول انا مش فاهم برضه. طب بالهداوه كده احنا داخلين على العيد يا دكاتره، صح؟ ادي العيد اهو. انت عندك 3 اولاد، رحت محلات الملابس، قال لك بص يا سيدي، في عرض على تيشيرت لونه اصفر نفس المقاس، فانت قلت لولادك الثلاثة ايه؟ انا مش هجيب غير ده، مش هجيب غير ده يا بابا، يعني اصفر نفس اللون ونفس المقاس. قال اه ليه؟ لانهم طالعين من نفس الشركة. مش بس كده، ده نفس ماكينة التصنيع واحدة، كنا نسمي ده لنفس اللون والمقاس اللي متصنع من نفس المكنة الوحيدة سنجل مونوكلونال. ده ما يعملش فاسكولايتس في الام سي كيو، بعيدها للمره ال 200 بس، بينزل سؤال نظري او كيس برزنتيشن او سماه كومنتري. طيب دخلت نفس المحل في اوبشن تاني، قال لك بص يا سيدي، التيشيرت ده عليه عرض،
لونه يا سيدي اصفر، مقاسه كام؟ 12. قلنا له طب ممكن ننوع المقاسات؟ قال لك لا ما تنوعش يا حبيبي، ولا اللون ولا اللون. قال بص يبقى اسمه سنجل مونوكلونال. زائد ايه بقى؟ قال لك بس انت ممكن تشكل في البناطيل. يبقى ده اللي معاه روماتويد فاكتور اكتيفيتي. طب خد الاوبشن الثالث في محل ثالث. ايه ده الاوبشن الثالث؟ قال لك بص اي تي شيرت سواء لون ومقاس واحد، اسف مختلف، واي بنطلون لون ومقاس مختلف، ده اسمه يا دكتور تايب 3. يبقى الميكسد نوعين، تايب 2 وتايب 3. هل في مشكلة يا دكاترة كده في الأنواع؟ ماشي الحال يا دكاترة؟ يبقى لا أنت معلش، الفرق بين تايب اللي هم الميكس تايب 2 و 3 ده على السريع حاضر تاني. معلش حاضر حاضر. هنا يا دكاترة كان سنجل مونوكلونال، فاهمينه؟ تمام. لما أحط مع السنجل مونوكلونال ده أنتي بودي تاني ليه روماتويد فاكتور أكتيفيتي، ده اسمه تايب 2. طب لو جبت انتي بوديز كل واحد منهم طالع من خليه، ده اسمه اي جي جي، وده اسمه اي جي ام، وده اسمه اي جي اي. ده حتى الاي جي جي يا دكتور خلفته جايه من خلايا مختلفه. يعني هو انت ممكن تلاقي اسمه اي جي جي يا دكتور بس يكون مختلف. ايوه افكرك، بص تركيب الانتي بودي كده، في حته هنا اسمها هايبر فاليبل ريجون. ليه؟ فامينو اسيد ممكن تتغير، يعني ممكن اسمهم اي جي جي كلهم بس اشكالهم مختلفه. بص يا دكتور ولا اقول تاني؟ لا تمام يا دكتور. بلاش كده بلاش كده. كل سندوتشات الاكل النهارده هتكون بطاطس صوابع كده، بطاطس وصوابع وشبه بعضها. ده مين اللي عاملها دي؟ ماما ربنا يخليها. ده اسمه سنجل مونوكلونال. حلو كده، برافو عليك. طب رقم اتنين، انا اطلب سندوتشات تانية. بص يا دكتور بطاطس الصوابع بس الراجل السندوتش ما كملش، فاهم؟ حاطط لي ايه بقى؟ بطاطس مسلوقة او يسموها مهروسة في المطعم. هما الاتنين بطاطس صح، بس ده الاول سنجل مونوكلونال ومع اي جي ام اكتيفيتي. هما الاتنين بطاطس على فكرة. طب مالي انا ايه بقى؟ لا ده انا عايز فول وبطاطس وطعمية وعصير قصب. ايه دول؟ ديفرنت انتي بوديز. اقول تاني دكاترة؟ لا تمام دكتور يا لو دكتور سمحت، السنجل مونوكلونال ده حضرتك ايوه قلت زي المالتيبل مايلوما، هل معنى كده ان المالتيبل مايلوما تعتبر تايب 1 ايوه كريوجلوبيلين؟ صح اساسي، ما انا لسه اقول الاسباب اهو. بس برافو عليك، هقول لك اهو. بص انا دخلت في الامتحان اهو، ادي تايب 1 اهو، اسمها ايه؟ اسمها سنجل مونوكلونال. مين الانتي بودي غالبا اللي بيطلع؟ قد يكون اي جي جي او قد يكون اي جي ام. هنا المرض اسمه ايه؟ مالتيبل مايلوما. طب ده اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه فالدن شتورم ماكروجلوبينيم. ما تزعلش مني بس هو اسمه كده. دول يا دكتور في الام سي كيو ليس لهم اعراض ريسبيرايز. طيب تايب 2 يا دكتور وتايب 3 اسمهم ميكسد كرايجلوبنيميا. يعني ايه ميكسد؟ حد يقول لي، حد يلغيني يا دكتور، ميكسد يعني ايه؟ different types من يعني الانتيبودز. ايوه ديفرنت تايب من الانتي بوديز. بس قال لك بص في تايب 2 اتليست فيهم واحد سنجل مونوكلونال، وبعدين نشكل بقى. حلو كده. طب والتالت؟ قال لك بص يا دكتور ديفرنت انتي بوديز اسمها بوليكلونال. الاثنين دول موجودين مع مين؟ بص الجيوباثيك اللي اسمها اسينشال ميكسد كراجلوبنيميا او انفكشن. زي مين شاطر يقول لي؟ يلا برافو عليك شاطر، صح هيباتيتس سي. ايوه هيباتايتس سي انفكشن، برافو عليك. ثلاثة اميون زي مين؟ سيستميك لوبس اريثيماتوز. جايلك واحدة جايلك واحدة ليمفوبروليفراتيف زي الليمفوما. دكاترة مفهوم الأسباب؟ يبقى لما يجي لك سؤال نظر يتكلم عن كرياجلوبينيميا، أنتي بوديز بتترسب لما يكون الجو برد، ده يحصل في الجسم ويحصل بره.
يحصل في جسمك ليه؟ ده معناته يديك كلينيكال برزنتيشن. طيب ماشي، ولما يحصل بره ده مبني عليه التشخيص. السؤال الثاني، لما يجي لك سؤال ايه هي اسباب الكرايجلوبينيميا، قول له على حسب النوع. فانت بتعمل جدول كده، تايب 1 ده اسمه سنجل مونوكلونال، طب ده يجي لمين؟ كومنتري كيس الدكتوراه مالتيبل مايلوم. ليه؟ لان مطلع السؤال ميل old age، معاه مين؟ معاه back pain. اهو فكر في مين؟ في المالتيبل مايلوم. مين مات بهذا المرض؟ كان مع منى الشاذلي في اللقاء، مش مهم. طب ميكسد كراجلونيميا يعني ايه؟ يعني عندك اكتر من نوع من الانتي بودي. لو واحد منهم سنجل مونوكلونال وبعدين نشكل عليه يبقى ده اسمه تايب 2. التايب 3 بولوكلونال، وكل واحد جاي من ناحية. ايوه احمد زويل، تمام كده تمام. اسباب الميكسد كراجلوبينيميا مين يا دكتور؟ ايديوباثيك، اسمها اسينشال ميكسد كراجلوبينيميا. لكن الاثنين التانيين بقى يا دكتور قد يكون انفكشن، هيباتيتس سي، اميون زي الاس ال اي، ليمفوبروليفراتيف زي الليمفوم. طيب كلينيكال برزنتيشن، بص يا دكتور الكلينيكال برزنتيشن للكرايو جلوبينيميك فاسكولايتس، بص هتلاقي الجايد لاينز كاتبه المريض قد يكون اسيمتوماتيك. يعني ايه اسيمتوماتيك يا دكاتره؟ مين شاطر يقول لي؟ وليه هي اسيمتوماتيك؟ مين شاطر يقول لي؟ طب بص يا دكتور، واحد عنده هيباتيتس سي لما تعمل له تحليل لقيت عنده كرايوجلوبولينز بس ما حصلهاش بريسيبيتيشن، طب لو اترسبت ما عملتش انفلاميشن، ده اسمه اسيمتوماتيك. مركز كده؟ طب خد النقطه الثانيه بقى، النقطه الثانيه، امال لو حصل كرايوجلوبولينيك فاسكولايتس كلمه السر ايه يا دكتور؟ مين شاطر يقول لي؟ ده انتي بودي صغير صح؟ وهو انتي بادي مقنون يعامل از انتيجين، يمسك فيه انتي بادي من جسمنا تاني. مين يكمل الجوازه؟ كومبلمنت. كومبلمنت برافو عليك، دول يسموهم ميون ايه؟ كومبلكس. ميون كومبلكس. طب ودول لما يلف في السيركيليشن يعملوا ايه؟ يترسبوا فين يعني؟ في الحواري الضيقه، في يعني دي السمول بلاد سمول في فيسل الكدني. فاسكولايتس. اهو كلمه السر. ايوه ما انا فاهم، بس انا عايز اقول لك ان الكراجلوبينيميا ما فيهاش جديد غير الكلاسيفيكيشن، بس تكون فاهمها كويس، لكن الباقي كله تاليف عباره عن سمول فيسل فاسكولايتس. بس بص يا دكتور الدنيا ما بتمشيش ستريت فورورد كده، فتكتب بص جنبها بوزيتيف اور ماينس ميديوم سايز فاسكولايتس. هقول لك ونقول مساله وناخد وند مع بعض. بص يا دكتور الكلاسيك برزنتيشن عباره عن ايه؟ ايه هي الكلاسيك برزنتيشن للكرايجلوبينيميا؟ مين شاطر يقول لي؟ بص يا دكتور اقصر طريق للعلم هو التحشيش، كلمه سكين. يعني كوتينس مانيفستيشن، وتكتب عليها بص يا دكتور هامه جدا. اشمعنى السكين؟ باد ميديا اوف سيركيليشن. طب والكدني؟ شاطر برافو عليك، باد ميديال جلوميرولس. وفي اسوأ من المفاصل انترا ارتيكولار. والان يا دكتور الاعصاب، في ناس مذاكره انا هرضيك دلوقتي بس خليك معايا في الكلاسيك الاول. يا ترى السكين مانيفستيشن مين يقدر يالف؟ هديله خمسه. يلا يا دكتور قول لي كده. بيريك مانيفستيشن، يعني اهم كلمه ايه بقى يا دكتور؟ ديجيتال ألسر، طب ماشي، رونايت. بس خلي بالك، بص اصل ده بيختبر ذكائك في كلمه ايه؟
في كلمة إنه small vessel مين يا دكتور؟ يلا مين يقول؟ ما انتوا بتقولوا يا دكاترة كلام كويس، بس اظبطها لي بس. رنيت subcutaneous بص يا دكتور، بلبل اتيكيال هيموريدج اهم كلمة فيها ايه؟ بص بص، نون بلانشنج. بلاش كده يا دكتور، نقط حمراء يعني تحت الجلد. برافو عليك. طب النقط الحمراء اللي هي ما بتختفيش دي، دي سمول فيسل. اه يعني انت لو جالك مريض اللور ليمب رجله تحت، يعني دايما بتيجي على البريفرال، لقيت نقط حمراء كده قوله ده سمول فيسل فيسكولايتس. بس للاسف لما تبص على التب بتاعت الصوابع تلاقي عليها السر، اللي بص ده كمبلت بسمول ميديان فيسل. وصلت يا دكاتره؟ يبقى الاساس ايه في المساله؟ اتيكيال هيموريدج، نقاط حمراء، تربوريك ايربشن. صح، بس عايزين نمشي في نص الكتاب. بتختفي لما تضغط عليها، لان دي اهم كلمه في الجلديه، خلي بالك. ما ده مدخل المساله، نون بلانشنج لا تختفي. لو لقيت مع السر يا دكتور دي علامات الميديم سايز سبلايس. طب والكدني؟ مين شاطر يقول لي؟ يلا هولوميري نفرايتس. صح، بس عشان نكبرها شوية بقى، أي نوع تحت الميكروسكوب؟ بص يا دكتور، أنت عارف الجلوميرولونيفريتس يا إما تدي نفرتك يا إما تدي نفروتك. من الجميل إن الجلوميرولونيفريتس اللي مع الكراجلوميك فاسكولايتس تدي الاثنين، تدي اثنين، يبقى لها اسمين، اسمها من برينو بروليفراتيف جلوميرولونيفريتس. ودي تحت الميكروسكوب يا دكتور، القطر بيركب المريض بيركب التراب. اه عشان اللي بيحل ام سي كيو بس، شكل الجلوميرولس مع البروليفريشن هو بيقول لي هنا 10 دقائق وننهي. الله يسامحك. طيب ماشي، ممبرين بروليفراتيف جلوميرولونيفريتس دي مهمه، خلي بالك. طب وبعدين انترا ارتيكولر، مفاصل زي ايه يا دكتور؟ قول لي كده يلا كلمتين. ها نون إيروسيف سمول جوينت ارثروبس، بس كده. طب على مستوى الاعصاب يا دكاتره يدي ايه؟ مين شاطر يقول لي؟ والله انتوا عارفينها على فكره، هو بيختبر، تقريبا نيورولوجي ايوه هو بيختبر ذكائك في كلمه ايه يا دكتور؟ سمول فيسل فاسكولايتس. سمول بس فاسكولايتس بتيجي ازاي؟ بص بص، سنسري بريفرال نيوروباثي، لان انت عارف الاعصاب يا اما موتور تخين كده يا اما بتاع السنسيشن، الانسان الحساس ليه رفيع كده، فمين يتاثر الاول؟ ده طبعا يبقى تيجي بسنسري بريفرال نيوروباثي. طيب احنا عايزين بقى نرضي غرور بعض الناس، يعني ايه؟ واحد يقول لي هم دول بس الكلينيكال برزنتيشن، اقول له يا عم انت زعلان مني كده ليه؟ ده هم كلهم سمول فيسل فاسكولايتس. بسالك عن النيرفس سيستم يدينا مين؟ ها سنسري بريفرال نيوروباثي. طب انزل بعدها على اللنج يعمل ايه؟ يلا شاطر، سمول فيسل فاسكولايتس على اللنج يا دكاتره يعمل ايه؟ او فاسكولايتس. شاطر، البيولار هيموريدج. ثلاثة، انزل على الجي اي تي، ميزنتريك فاسكولايتس، على الكدني البرين بروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس، على السكن بتيكال هيموريدج. واحد بيقول لي ده في رسالة مبطنة، هي في رسالة مبطنة؟ انت لما تذاكر السمول فيسل فاسكولايتس انت كده حافظ الكلينيكال برزنتيشن، دي اسمها الكومنست كلينيكال برزنتيشن. لكن في اشياء اخرى الممتحن يسالك فيها، يعني سمول فيسل فاسكولايتس زي مين؟ ويجنرز جرانيولوماتوزس، يقول لك سبب الوفاه ايه؟ قول له انفكشن. طب اثنين لما ينزف الفيولر هيموريدج. الساده النواب معانا ولا الدنيا مش واضحه؟ طيب الكلام تاني سريعا اهو، ادي كرايوجلوبينيميا، انتي بوديز بتترصد فين يا دكتور؟ في الكولد ويذر. ودول على حسب، يا اما سنجل يا اما ناس نسموهم
ميكسد يعني ايه؟ يعني اكتر من واحد انتي بودي، يا اما واحد منهم سنجل مونوكلونال بلس تشكيله او بوليكلونال. حبيبي دول اللي يهمونا، دول اللي بيعملوا فاسكولايتس. اسبابهم ايه؟ شاطر، ايديوباثيك وانفكشن واميون وليمفوبروليفرال. كلينيكال برزنتيشن، عندك وقت اكتب من فوق لتحت، ما عندكش وقت يبقى كلمه سكين تكفي. مساله اهي، جالك مريض يا دكتور بتيك يا الراش على البوث لور ليب، يديني ابروتش فور دايجنوزس. شخص المريض ازاي؟ مين شاطر يقول لي يا دكتور؟ على فكره كلام انتوا عارفينه، هو البداية ان دي small vessel vasculitis، مية مية. ندخلها في الديفرنشال، يلا قول لي. هنعمل مثلا assessment لل other system، مثلا بتاع ال respiratory ال renal، كويس يعني هنسأل على المانيفستيشن بتاعت كل system. حلو، انت ثبتت ان هو ادي البتيك الرشا. بس بص يا دكتوره، في حاجه اسمها كلوز للمسائل. بمعنى ايه؟ تيك الرش على رجول طفل صغير، نفكر في ايه؟ هينشن لاين بيربلا، صح. طب رقم اتنين، بتكر رش لواحد عنده باست هيستوري ان المريض ده بيتعالج من هيباتيتس سي، يبقى ميكسد كرايوجلوبرينيميا. ايوه، يبقى ده كرايوجلوبينيميك فاسكولايتس. طب رقم ثلاثة، مريض اس ال اي، يلا برضه كرايوجلوبينيميك فاسكولايتس. برضه اصل الست دي يا دكتور وزنها بيقل وبتعرق بالليل وعندها جنرالايز ليمف ادينوباثي وهيباتو سبليدو ميجالي، يبقى ليمفو بروليفراتيف ديس اوردر. لا يا دكتور، ده المريض ده عنده ابر ريسبيراتوري ولور ريسبيراتوري وكدني في صوره نيزر كراستنج، يبقى ايه ده؟ الجي بي اي ويجنرز جرانيوماتوس، او الدكتوره بتقوله بالاسم الجديد اللي بقاله 5 سنين ده. طب ثانيه، ابر ريسبيراتوري في صوره راينوريا ولور ريسبيراتوري في صوره ازمه ومعاهم بريفرال نيوروباثي، ايه ده؟ الزينوفيلك او هو تشيرج ستراوس سندروم. طيب فهمنا الابروتش فور دايجنوزس. يسالك الممتحن في دكتور محمد، نعم، ممكن سؤال يا دكتور لو سمحت؟ سؤالين معلش بعد اذن حضرتك. اتفضل. هو الاس ال اي لما بيجي فيها سكين فاسكولايتس او بيربريك راش، هو بيبقى كرايوجلوبرينيميك ولا هو بيطلق عليه ليوكوسايتوكلاستيك؟ هو برضو يقصده بيه هو هو الفكره في حاجه الايمون بقى، صح، عشان الباثولوجي يا دكتور امل اهو، الباثولوجي اهو، بس انا ما كنتش عايز اقول ده نيوتروفيليك فاسكولايتس عادي، زائد ايه؟ زائد انتي بادي حصل له بريسيبيتيشن. بنعرفه ازاي ده بقى؟ هو نيوتروفيليك يا دكتور امل، اللي هو نفس الاسم، اسمه ليوكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس. سهله؟ يعني تحت الليوكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس يعني هي دي حاجة الكراديومنيوم، منفصلة عن هي هي مفيش فرق. الانتروفيليك يعني لما ناخد عينه من السكين ليجن ده، مش معنى السكين لانه سهل، هيطلع لك ايه؟ هيطلع لك ليوكوسايتس عاديه جدا، بس لقيت انتي بادي مترسب. الانتي بادي ده نوعه ايه بقى؟ وده الاسهل نعرفه بايه بقى في الاختبار في الام سي كيو اهو. يعني ايه الكلمه دي؟ يعني بناخد دم العيان ونعمل له كواجليشن. هو بالمناسبه دكاتره، هو ايه الفرق بين السيرم وبين البلازما؟ ايه بلازما الفرق بقى؟ بروتينز مش موجودة، مش لا موجودة في يعني السيروم. امتى تاخد سيرم وتاخد بلازما؟ بلازما لازم نحط على عينه المريض ايه؟ انتي كواجولانت. أنت السيرم ده بناخد كواجولانت عينه زي ما هي ونعملها كواجوليشن عادي. المهم يعني الكتروفوريسيس ده ان بيفصل لك الانتيبادي عند القطب بتاعه، الحته دي معروف ان هيترسب هنا اي جي جي، هترسب كله اي جي جي، هتطلع مالتيبل مايلوما. طب اي جي جي ومعاه حاجه عامله روماتويد فاكتور اكتيفيتي، ده بقى تايب 2. طب اي جي جي واي جي ام واي جي اي بقى 3. بص يا دكتور اعمل الاجابه لا مش والاصل فاهمة يا دكتور، يعني هو في الاثنين ولا ايه؟ مش فاهمة. انا واحد اللي فيه الاثنين. واحده واحده كده قول، ما احنا قلنا اللي لا بيعمل فاسكولايتس. هي الاس ال اي اللي هو يعني النيوتروفيليك والانتي بودي، يعني ايوه في ايوه يا نوعين دكتور، يعني. ايوه دي اسمها نيوتروفيليك فاسكولايتس، ده بالباثولوجي تحت العينه تحت الميكروسكوب. اسم يعني الدلع لازم يكون فيها اميون كومبلكس برضه، يعني لازم ما يكون هو فيها ما اميون انا بقول كومبلكس. الباثولوجي اهو،
وسموها النيتروفيليك عليكو سيتوبلاستيك لوجود فاسكولايتس، النيتروفيلز في الباثولوجي، لوجود النيتروفيلز تحت الميكروسكوب. تحت الميكروسكوب. تمام، تمام. عشان الناس متلخبطه، بس طب اثبت استاذن حضرتك يا دكتور، هو الليكوسايتوبلاستيك دي تحصل مع ايه تاني؟ عشان انا بشوف برضو الكلمه دي كتير بس مش ما فاهماها. هو كلمه لوكوسايتوبلاستيك فاسكولايتس في الكومنست ايه؟ دراج انديوست. يعني هنحط كلمه واحده على الاسباب بتاعتنا، نحط الديفرنشال ايتروجينيك حرف الاي برضه. طب الدكاتره معلش بس كده استاذ ان هو بيركزوا معايا في النقطه دي. ده انتي بودي بيحصل له بريسيبيتيشن في الكولد ويذر، يا ترى الانتي بودي ده ابن ماما واحده يسمى سنجل مونوكلونال، ولا ابن اتنين من المامات يسموها ميكسد، واحد منهم اتليست سنجل والتاني من ام تانيه يسميه تايب 2، تايب 3 اسمه بولي كلونال. يا جماعه دول اللي يهمونا فين؟ في الكرايجلوبنيميك فاسكولايتس. حلو، الكلينيكال برزنتيشن يا جماعه مبنيه على ايه؟ كلمه سكين. عندك وقت؟ يبقى اختار الحاجات الصغيره من فوق لتحت. يسالك في الامتحان يا دكتور دي كلينيكال برزنتيشن لمين يا حبيبي؟ قلنا سمول فيسل فاسكولايتس. اتنين، بتتشخص ازاي؟ قول له الكتروفوريسس. طب خدت عينه يسموها نيوتروفيليك فاسكولايتس ومعاها مين؟ اميون كومبلكس ميديتد. فيها تكه في الام سي كيو هقولها، بس بنستاذنك يا دكتوره منى عايزين بس اسمه ايه ده؟ لينك تاني معلش يا جماعه سامحونا بقى. سؤال يا دكاتره، هو اهم كومبلمنت هنا مين بيقل في الانفستيجيشن؟ يلا عشان اقول لك C4. مساله سي 4، صح كده، برافو عليك. هنبدا المحاضره اللي هو التسجيل الثاني ده بالمساله، وانتوا حضرتك اللي تحلوها عشان نقول هنعالج المريض ازاي. معلش انا بجري بس عشان اغطي المواضيع. بص يا دكتور، جالي سؤال اسمه How to evaluate a case of cryoglobulinemic vasculitis. مين يجمع اللي اتقال ويحب يزيد في الإجابة؟ مين يجاوب سؤال زي ده يا دكاترة؟ كلام سهل على فكرة. Evaluation هتعمل إيه؟ History and examination لمين؟ لكلمة سكان وخلص نفسك. عندك وقت بقى بزود التكتين بتوع small vessel vasculitis. طب رقم اثنين يا دكتور اسمها كرايجلوبنيميك فاسكولايتس، يبقى فيرست اوف اول قول له هنعمل ديتكشن للكرايو جلوبال، بنعملها بالاختبار اللي اسمه ايه؟ شاطر، الكترو فريسس. طلعت فعلا كرايو جلوبال. يبقى رقم ثلاثة يو هاف تو ديتكت الايه؟ السبب. طب يلا قول لي السبب كده، انت قول لي كده. قد يكون ايديوباثيك يبقى اكس افتر اكسكلوجن. طب قد يكون انفكشن زي الهيباتيتس سي. طب تدور عليه ازاي ده؟ مين يقول لي يا دكاتره؟ كلام سهل يعني. اول حاجه ايه؟ ممكن خمسه اجيبك عشان تدي فلوس؟ مال لما يجي يا كلام ديتكشن اوف هيباتيتس سي، هيباتيتس سي انتي بادي. لو طلع بوزيتيف يا دكتور، لو طلع الهيباتيتس سي بوزيتيف بتطلب الفيرال ار ان اي بي سي ار. طيب عايز تديتكت الاس ال اي تعمل ايه؟ يلا قول لي. ها السي بي سي بانسايتوبينيا، اي اس ار عاليه وسي ار بي نورمال، وبعدين الاوتو انتي بادز اللي حضرتك عارفهم اهمهم الانا والانتي دبل ستراند. طب طلع الليمفوما، اهم انفستيجيشن ايه يا دكتور؟ ها شاطر، طيب فده الايفالويشن للكرايجلوبينيميا. طب تعالج المريض ازاي؟ مين يقول لي بقى؟ يلا مين يقول لي جايد لاينز؟ الكلام سهل يعني. انت بتتعامل مع مين يا دكتور؟ مع ستيميليشن للبي سيل، بس في ايتيولوجي هو اللي عمل لها ستيميليشن اهو. عشان تعرف ان اي باثولوجي في بي سيل هتقول الكلام ده وانت ضميرك مستريح، بس عشان الكلام يكون له معنى كده قلت له بص يا دكتور على حسب الجايد لاينز، كلام فاضي يعني. بص لو كان الموضوع اسيمتوماتيك
احنا بندور على السبب اللي هو الهيباتيتس سي ونعالجه انتي فايرال قبل ما تعمل لنا ايه؟ فاسكولايتس. طب رقم اثنين، لو كان المريض بريزنتد بسيمتومز، سؤاله بقول لك ايه يا دكتور؟ طب ما تقول لي كده البي سيل دي انت بتعالجها ازاي؟ تحب تموت البي سيل يا دكتور؟ قول له اه. تموتها بايه؟ بالريتوكس ولا بالسايكلوبيسمايد؟ برافو عليك. طب الانتيجين ممنوع يشبك في الانتيجين، مين يعمل الحركه دي؟ كورتيكوستيرويد، او تسحب الانتيبادي بره او تدي انتيبادي من عندك. والقانون ده موجود فين؟ في اي بي سيل بيست باثولوجي، يعني اي مساله زي مين؟ سيستميك لوبس، كرايبلوبينيميا، انتي فوسفوليبيد، درماتوميسايتس، فاسكولايتس، اي حاجه البي سيل شغاله هتلاقي انت بتختار من الادويه دي، يا تموت البي سيل بالقديم يا بالجديد، يا تمنع الانتيجين يمسك في الانتي بادي ستيرويدز، يا تسحب الانتي بادي بره يا تدي انتي بادي من عندك. بس الكلام عشان يبان شكله كويس انت بتقول له بيزد على السيمتوماتولوجي، بمعنى يا ترى المريض ده يا دكتور مايلد ولا مودريت ولا سيفير كرايجلوبينيميا. انا اقول لك مثلا، بص يا سيدي، بص المريض جاي بيربوريك ايربشن بس كويس كده، او ارثروباسي بس كده، فانا بختار لك من الكلينيكال بريزنتيشن اسهل اثنين. الحل هيكون ايه؟ لو دوز ستيرويد زائد علاج السبب. طب لو مودريت يا دكتور، ايه المودريت دي؟ بص دي سكين ليجن بس في صوره السرز، او الكيموتيك باتش. الكيموتيك باتش يعني نزيف في حته كبيره شويه. طب ايه تاني؟ مش هتهمك دي. اكتف كرونيك هيباتايتس، اللي يقولها اديله 50، اللي يقولها اديله 50. يعني ده تشخيص قائم على ايه؟ على الباثولوجي، عينه قائم على الباثولوجي. 50 ايه بقى؟ دي القطن الشاعر يعني. العلاج هيكون ايه يا دكتور؟ بتدي ميديم دوز من الاسترويد اب تو 30 مللي جرام زائد علاج السبب. يعني بص يا دكتور انت بتلعب في الحته دي استيرويدز. طب هنا مشكله بقى، سيفير زي ايه يا دكتور؟ رابيدلي بروجريسيف جلوميرولونيفرايتس. طب اثنين، سنسري بريفرال نيوروباثي نيرفس سيستم، وايد سبريد فاسكولايتس، الفلر هيموريدج. اه لا ده الموضوع صعب بقى، قول الموضوع بقى صعب كده. نعمل ايه؟ ندخل بكل الاوبشن، هاي دوز ستيرويد بلس مين يا دكتور؟ قدامك سكه من اثنين، يا سايكلوفوسفامايد يا ريتوكسيماب. رقم ثلاثه، ممكن تحط بلازما اكستشينج واي في اي جي. فهمت يا دكتور بقى؟ التوظيف هو عباره عن توظيف بس تحس ان المايلد تو مودريت اللعبه هيكون فين؟ في الاستيرويد، اللعبه في الدوز بس. لو هي سيفير يا دكتور لازم تعرف الكرايتيريا فور سيفير كرايجلوبينيميا. رساله للنواب، لما زميلك يتصل بيك ويقول لك انا عندي حاله هيباتيتس سي وعندها كرايجلوبينيميك بسكولايز، بقول له كده عرف نفسك. عرف نفسك يعني ايه؟ يا ترى الاعراض مايلد ولا مودريت ولا سيفير؟ احنا متفقين على ايه في الاصل؟ ده هيباتيتس سي، يدي انتي فايرال، ودول اتنين مش مهم تعرفهم. طب اقولهم لك، البيج انترفيرون والتاني اسمه ريبا فايرال، مش مهم يا دكتور، بس المهم بالنسبه لك ايه؟ قال لك والله ده انا عندي هيماتوريا ورينال فانكشن بتقع بسرعه. قول له لا، ده رابد لبروجريسيف، انت في السيفير. نختار الدراج في تشويس، هاي دوز ستيرويد، ونختار واحد من الاثنين دول. مفيش مشكله انك انت تعمل كومبينيشن مع البلازما فريسس. اتصل بيك قال لك لا ده سكين السر، قول له بص هندي مودريت دوز اوف ستيرويد مع علاج السبب. الفكره في ايه؟ انت عارف القاعده العامه في العلاج للبي سيل ديبليشن ثيرابي، يا تموت البي سيل يا تمنع ولادها انهم يشتغل. بس السؤال دايما في الام سي كيو بيكون عن التشويس كده. سهل يا دكتور، اللي بيقرأ اليولار يلاقي ان الكرايجلوبينيك فاسكولايتس مركز على الاتي، ان انت بتشوف
الانتي بوديز يعني ايه؟ هاي تيتر روماتويد فاكتور ومعاك بوليجلونال كرايوجلوبينز ومعاك كونسامشن للكومبلمنت فور، هتلاقي الوار حاطط دول في السبير، قول له ماله ما يضرش يعني.